ازاي نعمل الجبنة الموتزاريلا في البيت؟ طريقة سهلة قوي، المكونين موجودين في البيت وهتعملوها في ثواني، وطريقة هي اقرب للموتزاريلا الحقيقية اللي بتتباع في المحلات، بل بالعكس مش اقرب، كمان احسن، وطعمها بيكون فريش في كل الاحوال. هي تجربة ممتعة الموتزاريلا، حتى لو موجودة عندك فهي فعلا تجربة ممتعة. بس قبل ما نبدأ الفيديو، بسم الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لايك وشير وسبسكرايب للوصفة المميزة. اللايك يا جماعة بيساوي كلمة شكرا على المحتوى، اتمنى ان انتم ما تبخلوش عليا بلايك، واللي ما اشتركش يشرفني ونورني وشارك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه، واتمنى ان انتم تشيروا الفيديو ده من اصدقائكم علشان تعم الفائدة للجميع. ويلا بينا نخش على الفيديو الجامد قوي. معنا كيلو لبن، احنا جايبين اما تبدأي تعملي جبنة الموزاريلا فتبدأي بكمية بسيطة لحد ما تحترفي فيها، ما تجيبيش عمرك كمية كبيرة، فتبدأي الأول بكمية صغيرة لحد ما تتقني الموضوع كويس، وبعد كده ممكن تزودي الكمية. معنا كيلو لبن هندفيه على النار، هندفيه تدفية مش سخونة، تدفية زي دي ملعقة العين بالظبط. خليكي معايا بقى علشان التكات المهمة قوي 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 في الفيديو بتاعنا ده. انا بحط صباعي كده علشان اشوفه دافي بس مش اكتر من كده. طبعا الحاجات اللي بتتحط في الجبنه الموتزاريلا اللي بنشتريها حاجات موجوده، ممكن تحبي اعمليها بحاجه تانية هقولك عليها دلوقتي، يعني ممكن بدايل. بدا اما يدفي هنعمل ايه؟ ده فيان مش سخونه، خلي بالك انا عايزاه يدفي بس. معانا ربع معلقه ملح ليمون، ربع معلقة ملح ليمون، ونقلبهم كويس قوي. تقعدي يعني 10 ثواني كده تقلبي فيهم. ممكن تبدلي الملح الليمون بربع كوباية خل، بس الصناعة يعني الموتزاريلا اللي بنشتريها أساس الصنع بتاعها بيحطوا فيها ملح ليمون، فلو ما عندكش ملح ليمون ممكن تستبدليه بربع كوباية خل. معانا دي اسمها منفحة، المنفحة دي يا جماعة بتشتري مصنع الجبنة، هنحط حوالي 3 نقط بس، اوعي تكتري منها، 3 نقط بالظبط. لو ما عندكيش المنفحة ده ممكن تستبدلي الموضوع ده بالخل وبرضو ملح ليمون، لان الخل لوحده مش هينفع، فلازم ملح ليمون والخل. لو ما عندكيش منفحة بربع كوباية خل وبرضو نص كوباية، نص معلقة صغيرة ملح ليمون بدل المنفحة لو ما عندكيش منفحة، وهندفيهم كويس ونسيبهم حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع. بعد النص ساعة ما عدت زي ما انتوا شايفين كده جمدت لتحت، بس اللبن لازم يكون كامل الدسم ومن عند اللبان، مش لبن معلب يا جماعة، لبن يكون الدسم بتاعه عالي وكمان يكون من عند اللبان، مش لبن معلب، لبن معلب مش هينفع. بعد ما جمدت زي ما انت شايفة كده هشيلها بالراحة جدا، يعني تحاولي تسيبيها قطع زي ما هي كده بالراحة، مر عليها حوالي ساعة الا ربع، هدفيها كده تغطيها بفوطة ساعة الا ربع ترجعي لها بتبقى بنفس الطريقة، هتشيليها في مصفى كده بس بالراحة واحدة واحدة معايا. انا بقولك كل التفاصيل، لبن معلم لا، لازم يكون لبن الدسم بتاعه عالي ويكون من عند اللبان ومضمون زي ما انت شايفة كده. صفيه كويس، وبعد كده ايه يعني هوريكي دلوقتي هنعمل بايدنا كده نضم كله على بعضه، يعني تتكي تضمي مع التتكيه، شايفه ازاي؟ تبعت الوصفات، الطريقه سهله وطريقه ممتعه بصراحه، واتمنى ان انت تجربيها وتقولي رايك في التعليقات. بس ما تبدايش بكميه كبيره لحد ما تتقني الموضوع كويس، وبعد كده ممكن تعملي كميه كبيره عادي، لان هي طعمها بتبقى فريش كده وطعمها جميل، بس لبن يكون الدسم بتاعه عالي، مش لبن خفيف او مقشوط قشطته، لا لبن كامل الدسم من عند اللبان، عمال اكرر من عند اللبان. بعد كده بتكي عليه كويس قوي كده علشان احنا نعملها كوره دلوقتي. بعد كده بجيب الشرشي بتاعها اللي طلع منها ده وادفيها على النار، وابدا احط الجبنه فيها وبرضو اتكه كده لحد ما اضمها، بس محط معلقه ملح علشان التمليح، علشان الجبنه تكون مملحه شويه، بس ما تحطيش ملح في اللبن، اوعي تحطي ملح في اللبن، اللي بتحطي الملح في الشرشي بتاعها ده علشان نملح الجبنه.
وبعد كده احطه في الشرش بتاعها اللي هو السخن ده، وابدا اضم كده واتك لحد احنا نكورها كده ونعملها كوره. اللايك حتى ولا لسه ما حطش لايك، وحط اللايك، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. شايفين انا بتك ازاي؟ طبعا احنا في الوقت ده مجهزين جايبين مكعبات تلج في ميه ساقعه علشان هنطلعها من السخن بعد ما نكورها كده ونحطها على الساقع علشان نبردها على طول. وزي ما انت شايفه بعد ما كورتها الشرش ده سخن، يعني سخن قوي لدرجه ان لابسه الجلافز علشان يحمي السخونه شويه، يا دوبك انا بعرف احط ايدي فيها علشان انعم الملمس بتاع الكره بتاعتي. شايفين نعمل بقى ازاي؟ انا هوريها لكم دلوقتي، بحاول احطها واطلعها، بس مجهزه مكعبات تلج وميه ساقعه علشان اول ما اطلعها احطها فيها علشان ابردها بسرعه. شايفين؟ ايه رايك في التجربه الممتعه دي؟ انا عايزاكم تجربوها وترجعوا تقولي رايك في التعليقات، تجربه ممتعه فعلا وهتعجبكم. بس تبداي في كميه صغيره، اول مره تعمليها تبداي في كميه كبيره. زي ما انت شايفه، شايفين الملمس بتاعها ناعم تماما. بس زي ما انتوا شايفين كده، اجيب ميه ساقعه وفيها مكعبات ومحطها فيه، ابردها وبعد كده احطها في الفريزر، اما تجمد اطلعها وابشرها معاك. زي ما انت شايف اهو مكعبات تلج اهي، احطها فيها بس على الجهة الصدمة على طول علشان تبرد بسرعة. بعد كده هتلفيها ببلاستيك او تحطيها في كيس وتحطيها في الفريزر، لما تجمد ساعة ولا اتنين تبدأي تبشريها. الكيلو اللبن يا جماعة طلع لي الكمية دي، هبشرها دلوقتي واوريكي الكمية قد ايه. وبعد ما حطيناها في الفريزر وجمدت، وبعد هي النتيجة دي، طلعتها من الفريزر دلوقتي وهبدأ أبشرها. أنا ببشرها وهي مجمدة علشان أنا سبتها بصراحة للصبح لتاني يوم، فعلشان كده جمدت مني جامد، فهي تتعبني شوية، بس لما يكون جامدة بتبقى سهلة في البشرة عن ما يكون طرية، هتنبشر معاكي بسهولة. ممكن تسيبيها مثلا لو اتجمدت منك قوي، ممكن تسيبيها يعني نص ساعة كده لحد ما تفك شوية وبعد كده تبشريها، هتنبشر معاكي أسهل من كده. بس انا تنتني وراها برضو لما بشرتها. وبعد ما خلصنا كمية، هي دي كمية. شايفين؟ ايه رأيكم في الجمال ده؟ يستاهل اللايك ولا لا؟ هنجيب بقى ربع رغيف كده وهنعمل تجربة بقى، ايه اللحمة على الشوربة. هنعمل بقى تجربة كده، هنجيب بيض ونجيب الجبنة ونحاول نحطها على النار علشان نسيح الجبنة ونشوف التجربة بتاعتنا. عندك اي حاجة؟ انا بعمل تجربة بس معاكو علشان ايه، هنحطها على النار كده علشان نسيح الجبن. وهروح على البوتاجاز وان ايه نقمرها بمعنى اصح علشان الجبنة تسيح. اهو حطيتها على البوتاجاز وبعد ما شلتها زي ما انتوا شايفين كده. اتمنى انتوا تحطوا لايك للفيديو، لو ما شاركش يشرفني ويشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.